ارحب بكم مشاهدينا الكرام عبر قنوات الوحدة في هذا اللقاء، حيث نستضيف معنا اليوم اللاعب خليل مطر، اللاعب السابق لنادي الوحدة. نرحب فيك كابتن خليل. يا مرحبا فيكم، جزاكم الله خير على الاستضافة الطيبة. الله يسلمك. طبعا اللاعب خليل يمكن احد اللاعبين اللي احرزوا مع النادي اول بطولة دوري. نعم صح. واول بطولة كاس. بالضبط. تحدثنا عن الذكريات السابقة، أكيد عندك ذكريات يعني ما شاء الله، أول بطولة دوري، أول بطولة كأس. سبحان الله، في الدنيا حظوظ. أنا أعتبر نفسي من الناس المحظوظين أني كنت ضمن هذا الفريق اللي أحرز أول بطولة للدوري سنة 98-99 مع لعيبة كبار يعني كانوا موجودين، وأيضا في بطولة الكأس، والحمد لله يعني هذا دائما توفيق من الله. بطولة أول بطولة الدوري كانت بطولة الدوري هي عن ثلاث مراحل. ثلاث مراحل كان الدوري، ثلاث مراحل، جولة أولى وثانية وثالثة. من كان منافسكم في البطولة؟ كان الوصل والعين أظن والأهلي. وأظن السنة اللي بعدها سنة 2000 أخذنا أول بطولة كأس. أول بطولة كأس نعم، ويا الوصل في النهاية كان. كنا محظوظين فيها نعم، ضربات الجزاء، وكان مطرود من لاعب الوحدة. لكم بشير سعيد؟ لكم بشير سعيد؟ لا لا مو بشير والله، لكن ما أذكر من انطرد، وسبحانه ولعبنا أشواط إضافية وبالبلنتيات. نفس البطولة اللي جاب فيها الداودي. الداودي كان موجود في الوصل نعم. هلكنا الداودي. ما شاء الله لاعب كبير الداودي. راح نتكلم اليوم عن الفريق هالموسم واستعدادات الفريق للموسم الجديد والانتدابات للفريق واللعيبة اللي طلعوا من النادي. فشو رأيك أنت؟ أكيد سمعت عن المعسكر الفريق والمباراة، وشفت الفريق مباراة النصر الأسيوية. نعم والله الفريق مجملا زين يعني، في الصراحة نعم الأكثر الانتدابات اللي عجبني ميليسي يعني إضافة كبيرة إن شاء الله يكون، وفي أيضا طحنون من لعيبة الصاعدين وعبد الله أنور، أتمنى أنهم يأخذون فرصة. وشوف في أمور تحتاج صبر يعني، الفريق نحن لازم ما نحط عليه ضغوطات كبيرة، نتأمل إن شاء الله أنه ينافس على بطولة الدوري، عندهم القدرة أنهم ينافسون، بس ما نضغطهم على البطولة بشكل كبير، لعيبة صغار لهم مستقبل، وإن شاء الله يعني سنة سنتين إن شاء الله الوحدة أتوقع أن هالجيل يقدر أنه يسعد الجماهير ويحرز بطولة الدوري. خاصة أن في اليوم عدد كبير من اللعيبة اللي هم صغار السن. يعني معظم الفريق عندهم حتى اللعيبة اللي هم المنتدبين مؤخرا هم لعيبة كلهم صغار. كلهم صغار ويحتاجون يعني، أنا قبل 3 أو 4 سنوات صراحة كنت معجب جدا بجمهور الوحدة، الفترة اللي كان فيها الوحدة جدا دروب الجمهور كان يعني حتى بعد المباراة يصفق. أتمنى أن الجمهور يكون هذا نفسه. أطمنك اليوم الجمهور كان يسوي يعني. الوحدة كان غاب فترة طويلة يا جماعة، وبعد الوقفة هذه اللي وقفها الجمهور الوحدة كل سنة يحرز بطولة، صح ما يبنى الدوري لكن أنت رجعت كيان صحيح الفريق. صحيح. فأنت دام أنك صبرت وقدرت توقف الفريق، أتمنى من الجمهور أنه يأخذ نفس يستمرون على نفس الموال، وإن شاء الله الوحدة راح يحرز الدوري. موجودين يعني صراحة ما قصر الجمهور، كان لنا وياهم بعد حلقة خاصة وقفوا الجمهور، خاصة أن في لعيبة صغار نسمع نعم. لك فأكيد هذا دافع الجمهور أكبر دافع، الوقفة راح تفرق ويا اللعيبة يعني. ومباراة تقريبا باقي لها كم من يوم، مباراة الفجيرة أول مباراة في الدوري، وأنت تعرف كابتن أول مباراة في الدوري هي مباراة جدا قوية. شو تعليقك على مباراة الفجيرة اللي راح تكون خارج؟ شوف دائما هي المباريات أنت ما تستهين، تحترم الخصم وتلعب كورتك يعني، ما تقلل من الخصم، انت تلعب كورتك وان شاء الله انا يعني نحن دائما متفاعلين، تعودنا ان الوحده دائما يلعب كوره حلوه وان شاء الله يفوزون باذن الله تعالى. في الاسر الوحداويه دائما نقول ان الوحده في امام الفرق الصغيره يضيع نقاط،
وهاي دائما او معظم السنوات او في اكثر من عن بطوله الدوري يمكن ضاع منا الدوري عن خسرنا نقاط من فرق اللي هي المتوسطه او الاخر ترتيب. هذه قله الخبره. وبعدين شوف انا دائما الجمهور يعني رقم واحد، الجمهور دائما اذا يدعمك انت الحين مثلا تعطيك مباريات احيانا انت يتقدم عليك فريق الخصم، لكن الجمهور يقدر ينتشر اللعيبه، اذا الجمهور دائما يشجع ويوقف مع اللعيبه اظن اللعيبه عندهم امكانيات زينه، ونتمنى ان شاء الله ان الجمهور يوقف معهم وراح ان شاء الله يصعدونهم باذن الله تعالى. شو رايك في المدرب، مدرب الفريق مورس؟ والله المدرب على معطيات المباريات اللي شفتها صراحه يبشر بالخير. مدرب يبشر بالخير. بعد لاعب موجود ولد اذا ابوه زين اكيد هو اللعيبه الانتدابات اللي يابهم الوحده اللي هم ناس ما موجود عندك اللي هم نيكولاس منيسي وحسين صالح ودودو اللاعب البرازيلي وايضا اخر الانتدابات اللي هو كارليتوس. والله الانتدابات طيبه صراحه، بس كارليتوس يبالهم صبر يعني، ما تقدر تحكم عليهم من مباراة مباراتين، في لعيبة من اللعيبة يندمج بسرعة، صحيح، في لعيبة يأخذون وقت، فما نستاهل على الحكم على اللاعبين. ميليسي صراحة أنا معجب ميليسي، اللاعب إضافة قوية. الحسين صالح إذا نحن عندنا في بشكل عام في الإمارات باكات غلوا مش مثلنا، والحسين صالح صراحة وحتى أخوه من أفضل الباكات الموجودين حاليا، أنا أعتبره مكسب للوحدة. الميليسي نوعا ما هو متأقلم لأن من الموسم الماضي كان موجود بالجو، بس في عندك اللي هو كارليتوس ودودو. دودو مباراة شاردة ترى كان لاعب طلع من مباراة أحمر ما هلك من الجو. الجو صراحة يعني نحن نحضر مباريات برع وما نقدر نتنفس، الله يكون في عون اللعيبه صراحه. المباريات اللي طافت كان الجو رطوبه جدا عاليه، ما تقدر تحكم على اللاعب صراحه، اذا نحن يعني اهل الدار وما نتحمل الجو كيف لاعب اجنبي باله وقت. واظن هاليومين اللي طافوا الجو شويه تعدل وقلت الرطوبه، وان شاء الله يكونون بصوره افضل. وايد لعيبه طلعوا من الفريق، الجمهور يعني كان شن هجوم على الـ على الـ على الاداره وعلى على الفريق، بس طبعا في النهايه الاكاديميه كل سنه تطلع لك لعيبه ويا لهم الردف عبد الله انور يعني هدوا. شوف دائما اذا انت يعني ما تقدر تحتفظ بكل اللاعبين، صحيح. هي هذه، لكن اهم شيء انت دام انك هيئت بديل المناسب اكيد الناس ما راح تتكلم، وإذا بنينا الوحدة من يعني من فترات بعيدة والوحدة يطلع يستغنى عن لعيبة، بس يعني أحيانا ما يكون بيدك، لا أنت عندك عدد معين من اللعيبة لازم تحافظ عليهم. شو الكابتن شو اللي ينقص الوحدة لتحقيق بطولة الدوري؟ ينقص الوحدة نحتاج ارتكاز قوي من ناحية الدفاعية يكون مع ليسا، وأيضا يكون لاعب في خط الدفاع يقدر يكون لاعب ذو خبرة يساعد اللاعبين الموجودين. أدرى مدافعين زينين، لكن دائما في لاعب يكون قائد نفتقده نحن هذا في الدفاع، ما في اللاعب اللي عنده الخصلة هذه اللي هو يشيل قيادي يقدر يتكلم، يقدر ما يعني ما يتأثر بالخطأ، يقدر يوقف اللاعبة. هذه انا اشوف هالمركزين اللي نحتاجهم فعلا من الناحيه الهجوميه دائما الوحده، حتى في السنوات الاخيره بتشوف دائما نحن من اقوى خط الهجوم اذا مش الاول الثاني، فما عندنا مشكله من الناحيه الهجوميه، حتى في اللعيب المواطنين عندنا لعيبه دائما نطلعهم من الناحيه الهجوميه ممتازين، تذكر العكبري سالم صالح يعني دائما ما شاء الله الحين عبد الله انوار وطحنون. الناحيه الهجوميه دائما الوحده قوي عندنا نحن، الارتكاز خط الظهر نحتاج في الفريق. من تتوقع يكون منافس قوي على بطولة الدوري الموسم؟ السنة الجزيرة، العين، الوحدة، عندك الشباب الأهلي، النصر والشارجة. توقع الدوري السنة يكون أقوى من السنة اللي طافت.
ومن الأسامي والفصل. نعم يعني بالعكس هذا أفضل، كل ما زادوا المنافسين يعطي الدوري إثارة ونستفيد أكثر ويكون فائدة للمنتخب. الأقرب للبطولة أريد أعطني ثلاث. شوف هو دائما أنت إذا بتمشي على بس المعطيات الكاسم واللاعبين موجودين في الفريق، بقول لك أنا الجزيرة، العين وشباب الأهلي هم الأغرب، لكن الكرة ما تعتمد على، يمكن المدرب ما يكون على قدر الكفاءة الموجودة عنده بالفريق، في مدربين يجامل على حساب الفريق لما يكون عنده عدد كبير من النجوم فيأثر على الفريق. ما حد كان يتوقع الشارجة السنة اللي طافت أنه ينافس على الدوري، نافس على الدوري وخذ الدوري. فالإعداد مهم، كيف تطلع اللعيبة من الضغوطات مهم، التعامل بشكل يعني الدوري لما تيجي الدوري لا يكون منظومة كاملة، إدارة، جمهور، لاعبين، مدرب، كلهم يتعاونون وتقدر تحقق الدوري. هالسنة بعد أظن راح يكون في الآسيوية وراح يكون في يعني ضغط مباريات على الفريق. انت كلاعب يعني سابق وعندك خبره، هل تعتقد ان يوم انت تلعب في البطولات الخارجيه تاثر عليك داخليا؟ والله شوف انت كيف تهيئ نفسك. انا ممكن ادخل لك بروحه نعم ويأثر لا لا لا، اللاعب يقدر يلعب في البطوله الخارجيه يقدر يلعب في الدوري ما تاثر عليك، لان احنا في 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 الدوريات الاوروبيه نشوف ان الفرق ضغط المباريات هذا بالنسبة لهم عادي، يعني في احتراف بمعنى كلمة احتراف إن تلعب فعلا كل ثلاث أربع مباريات أربع أيام تلعب مباراة وتكون مباريات قوية، دوري على أبطال أوروبا بس نحن عنا هنا مركزين على أن هاي أثر. ترى شوف أنت لما تسمع أنت دائما في ذهنك الإعلام تأثير وتأثير والعالم كله أنت تبرمج نفسك أن هذا يأثر، يعني مع اللعيبة عندنا محترفين وقادرين انهم يلعبون في اكثر من جبهة، الواحد عليه انه ينظم وقته ويعرف كيف يلعب، ما فيها صعوبة، لكن اكيد لازم انت تنظم تحافظ على وقتك تكون تهيئ نفسك يعني، لكن ان صعوبة انك ما تقدر لا تقدر في حالة ان توفر عندك عدد كافي من اللعيبة تقدر يعني في مدربين يضغطون اللعيبة، انت تقدر تريح اللعيبة في مباريات انت ما يعني مش استهانة في الخصم، لكن في نفس الوقت انت تعطي ثقة للاعب البديل اللي عندك، لان يعني انت حتى في يوم لا يمكن لاعب ينصاب عندك واللاعب البديل اذا اعطيته ثقة راح يفيدك في المباريات الصعبة، ما تحسسه انه يعني مش لاعب. فهذا مهم جدا انك انت حتى اللاعب الاحتياطي تعطيه نفس فرصه. هنا اكيد كان لك مواقف او ان يمكن تلعب في الفتره اللي هي فتره التسعينات صح؟ هنا عطنا واحد من المواقف الطريفه اللي المواقف الطريفه. والله انا ذاكرتي تعبانه صح. اكثر موقف او مثلا بطوله الدوري، انت اخذت اول بطوله الدوري، كيف كانت الاجواء، كيف كانت الفرحه، كيف طبعا صراحه الفرحه ما تنوصف والله. تعرف يمكن قبل البطوله نحن تمينا سنتين او ثلاث سنوات ننافس ويروح علينا الدوري اخر شيء، يعني مرتين الوصل خاض علينا الدوري في اخر جوله مع ان نكون نحن متصدرين من قله الخبره، لكن يعني دائما الشيء لما يجي بعد صعوبه له طعم غير، وما بالك اذا كانت اول بطوله للنادي غير، يعني شعور لا يوصف صراحه. انا متذكر هي انا كنت صغير مباراه الكاس مع الوصل، وهي نفس ما قلت انت الحظ بعد مباراة صعبة ويا الوصل وصل. أتمنى تجيبون عبد الرحيم وتقول له شو سويت في البلنتيات. خبر المخرج لازم فسخ الجوتي عشان ما يجود. كان يتعازمون، كان أظني صلاح أمين الحارس ماله من الوصل إذا ما خانتني الذاكرة، المباراة اللي قبلها صاد ثلاث بلنتيات أو أربعة، يعني هو أصلا صعد الوصل من أكثر من مباراة بلنتيات، الوصل كان صعد لين النهائي.
فنحن وصلنا معهم بلنتيات، كنا نتمنى ان ما نوصل بلنتيات طبعا. امس بالعرس كان سبحان الله متالق في البلنتيات، فالشباب يتعزمون عبد الرحيم وعادل يقول له شوت، قال لا مش راح عبد الرحيم فسخ الجوتي، قال له خلاص يعني حطه في الامر الواقع. اشكر كابتن خليل، الله يعطيك كل يوم ويانا، ويعني كنت ضيف خفيف، ونتمنى لك صراحه التوفيق في حياتك، وان شاء الله الدوري وحداوي نتمنى ان شاء الله، غالبا وغالبا ان شاء الله كل ما توجهها. والله اول شيء اشكركم صراحه على البرنامج هذا والاستضافه الطيبه واللافتة طيبة منكم صراحة، أنكم يعني تستضيفون لاعب الغدارة، وأتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله نتابعكم دائما مع اللاعب اللي تستضيفه. مشكور كابتن، مشكور. الله يوفقكم إن شاء الله. والناس ما شاهدنا، هاي كانت أول حلقاتنا هالموسم مع القدامى لاعبي نادي الوحدة، وشكرا، نشكر الكابتن خليل على حضوره اليوم معنا، وانتظرونا في الحلقات القادمة. شكرا.